هل تتخلى إسرائيل عن رهائنها في غزة؟ بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فالخطط الإسرائيلية شملت السيطرة على مدن غزة وخان يونس ورفح في أواخر ديسمبر، لكنها فشلت في تحقيق الهدف ده. ومع تواصل الهجوم الإسرائيلي، فاستعادة الرهائن والقضاء على الفصائل الفلسطينية هدفين يستحيل جمعهم، فتحقيق الهدف الثاني بيعني مقتل جميع الرهائن. ورغم كده فمقتلهم مش أمر حتمي، بل ممكن إخراجهم عن طريق الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية، خاصة مع عودة العشرات منهم عن طريق التفاوض. وبتنقل الصحيفة الأمريكية عن مصادر إسرائيلية إن المأزق الاستراتيجي الحالي أدى لإحباط قيادات الجيش في ظل تخبط القيادة السياسية وظهور خلافاتها للعلن، وبيزيد من مخاوفهم تآكل الدعم الدولي مع مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.